كلفوني الاباء الاحبه قدس ابونا جرجس وقدس ابونا شنوده قدس ابونا رافائيل قدس ابونا اسحاق ان انا اتكلم معاكم 10 دقائق مجدا واكراما ومجدا للثالوث القدوس الاب والابن والروح القدس فلتحلوا علينا نعمته ورحمته وبركته من الان والى الابد امين. الكنيسه احبائي تحتفل زي ما سمعنا في انجيل قداس هذا الصباح بعيد الختان المجيد، وعيد الختان المجيد ده هو احد الاعياد السيديه. وكان الختان قديما هو قطع عهد بين الله والانسان، وكان الختان يرمز الى المعموديه في العهد الجديد. وزي ما حدثنا انجيل قداس هذا الصباح ايها الاحباء ان في عاده الناموس بعد في حاجة اسمها التطهير، فكان السيد المسيح له المجد في اليوم الثامن دخل الهيكل وكان تحمله السيدة العذراء مريم أمه ويوسف النجار. وعارفين قصة سمعان الشيخ اللي اتكلم عنها إنجيل قداس هذا الصباح يا أحبائي. سمعان الشيخ ده كان واحد من 70 كاتب أو مترجم أو ناسخ للكتب المقدسة والكتاب المقدس. وجه سمعان الشيخ من نصيبه إن هو هينسخ سفر أشعياء النبي، وجه عند الآية ها العذراء تحبل وتلد ابنا وتدعو اسمه يسوع. فقال لك عذراء، وقعد يتكلم عذراء، إزاي عذراء؟ هو ذا العذراء معرفة بالألف واللام اللي هي العذراء مريم. وقعد يفكر أنا أكتبها فتاة. المهم سمع صوت كتبها العذراء زي ما الوحي الإلهي أمره. فسمع صوت قال له أنت مش هتشوف الموت لغاية ما هتشوف الخلاص وهتشوف المسيح لما يتولد اللي هو المسيح المنتظر. فلما دخل بالطفل يسوع أبواه في الهيكل يقول إنجيل قداس هذا الصباح المبارك حمله سمعان على ذراعيه وبارك الله قائلا، قال له خلاص يا رب الآن اطلق عبدك بسلام حسب قولك لأن عيني قد أبصرت إيه خلاصك. قال له خلاص انتظر مجيء المسيح المنتظر أو مجيء المسيح 285 سنة. ده سمعان الشيخ. ولكن يا أحبائي بعد ما قال الكلام ده بص للعذراء مريم وقال لها عبارة صعبة جدا، قال لها وأنت يا مريم يجوز إيه في نفسك سيف. وكلمة يجوز يعني يخترق. وعاشت العذراء مريم رغم أنها سيوتوكس والدة الإله عاشت في قمة الألم طوال حياتها. لم تكن العذراء مريم مترفهة رغم أنها والدة الإله. وأنت يا مريم يجوز في نفسك السيف، والنفس اللي هي موجودة فيا وفيكو لأن تكوينة الإنسان هي عبارة عن روح ونفس وجسد. روح اللي بتوصل الإنسان من المستوى الأرضي للمستوى السماوي، الروح بترفع الإنسان للمستوى السماوي بتفكر في السماويات. طب الجسد هو الهيئة الجسمية، الإيدين والرجلين اللي احنا بنتحرك بيهم ونوجد. طب النفس اللي فيا وفيكو وفي العذراء مريم، النفس هي المشاعر والأحاسيس والوجدان والعواطف والانفعالات. كل هذا اخترقه سيف الألم. وعاشت العذراء مريم في ألم إن هي تدخل الهيكل 3 سنوات وبعد كده تتيتم من أبوها وأمها. ده مش كده وبس، علشان كده في إنجيل قداس النهاردة يقول إيه؟ يقول كانت تقدمة الفقراء، الرجل الغني يروح يقدم خروف، يقدم حاجة كبيرة، حاجة كبيرة يعني لها. لكن الفقير كان بيقدم لإما زوجي حمام أو فرخي يمام. وكانت دي التقدمة اللي قدمها يوسف النجار والعذراء مريم، ودليل على فقر مين؟ على يوسف النجار. فعاشت ألم الفقر، عاشت ألم اليتم، وعاشت ألم الفقر لم تترهب
حتى زي الأطفال في صغرها. ده مش كده وبس، عاشت الألم النفسي وهذا السيف الذي اخترق نفسها ومشاعرها لما ابنها كان كل شوية يعمل حاجة حلوة ويعمل معجزات، أقرب الناس لي كانوا بيعيروه، أليس هذا ابن النجار؟ ويقعد يشاور عليه. أمن الناصرة يخرج شيء صالح؟ ولما كان يعمل معجزة ويخرج شياطين كانوا بيعيروه. ده كان ببعل زبول يخرج، يعني بصوا ألم نفسي تشوف ابنها في قمة النجاح ومين بيضطهدوا؟ أقرب الناس. مش عايز أقول لكم الدنيا كانت بتضطهدوا، الكتب والفريسيون ورؤساء الملائكة ورؤساء الكهنة ورؤساء الشعب كانوا بيضطهدوا المسيح، لكن أقرب الناس شوفوا ألم نفسي تشوف أقرب الناس لي وهم بيضطهدوا ابنها اللي ناجح ومتفوق جداً. وعاشت العذراء مريم ألم نفسي صعب جدا لما شافت ابنها المسيح يسوع على الصليب معلقا. شوفوا قالت ايه العذراء مريم، ودي بنقولها في صلوات الأجبية، عندما نظرت الوالدة الأم الحمل والراعي على الصليب معلقا قالت وهي باكية. انت بتبكي يا عذراء؟ ده ابنك بيخلص العالم، ابنك هو الإله المتجسد، الكلمة المتجسد. أصل البكاء دي مشاعر إنسانية الله أوجدها في الإنسان، عشان كده البكاء ده مش وحش، البكاء دي مشاعر إنسانية الله أوجدها في الإنسان. ده يقول سفر أعمال الرسل في أصحاح 8 لما استفانوس استشهد، يقول حمله رجال أتقياء، يعني نسان رجال بتوع ربنا، وعملوا عليه مناحة عظيمة. فالبكاء، بكت العذراء مريم، بكت على ابنها. فالبكاء هو مشاعر إنسانية الله أوجدها في كل إنسان فينا. عندما نظرت الوالدة الحمل والراعي على الصليب معلقا قالت وهي تبكي، أما العالم فيفرح لقبوله الخلاص، أما أحشائي فتلتهب عندما أنظر إلى صلابوتك الذي أنت صابر عليه من أجل الكل يا ابني وإلهي. أنت يا مريم يجوز في نفسك سيف. وفعلا زي ما ربنا يسوع المسيح ابنها كان مثالا لنا في الألم وفيما هو قد تألم مجربا، يعمل إيه؟ يقدر أن يعين المجربين. هكذا كانت العذراء مريم التي جاز في نفسها سيف واخترق نفسها سيف، كانت مثالا أيضا لاحتمال الألم دون أن تتذمر. علشان كده احنا بنحتمل الألم في دوامات الحياة ومتاهات العالم، بنحتمل التجارب، بنحتمل الضيق، بنحتمل الأحزان، بنحتمل افتراق أحبائنا دون أن نتذمر، دون أن نتذمر. ولكن لسان حال بعضنا أحيانا الإنسان فينا يقول إيه؟ لماذا يا رب تقف بعيدا ولماذا تختفي في أزمنة الضيق؟ أنا عايز أقول ما فيش حد فينا يا أحبائي بدون تجربة أو قسوة الحياة أو قسوة العالم، ما فيش حد فينا، كل القليقة تئن وتتمخض. ولكن لسان حال البعض يقول إيه؟ لماذا يا رب تقف بعيدا ولماذا تختفي في أزمنة الضيق؟ وأيضا لسان حال البعض يقول زي ما قالت عروس النشيد النفس البشرية، اخبرني يا من تحبه نفسي أين ترعى أين تربض، تربض يعني واقف فين، أين ترعى أين تربض وقت الظهيرة. وقت الظهيرة اللي هو وقت الشدة، وقت الضيق، وقت الألم، وقت الحزن، وقت التجارب، وقت قسوة الحياة علينا، أنت واقف فين يا رب؟ عشان كده يجي ربنا يقول مين اللي قال إن أنا واقف بعيد؟ ده أنا مش قلت لكم على كفي ناقشتك؟ عجبي على كلمة على كفي ناقشتك، مش كتابة، الكتابة مع طيلة الأيام بسرعان ما تنتهي وتتمسح، لكن النقش يفضل طول العمر. ده هو ربنا ناقش كل واحد فينا وكل واحد على كفه، على كفي ناقشتك، لماذا تقف يا رب بعيدا ونحن نجوز الألم وتخترق نفوسنا
سيوف الألم والضيق والمتاعب والتجارب. يقول أنا مش قلت لكم أنا عين عليكم من أول الحياة إلى آخرها؟ مش قلت لكم تعالوا إلي يا جميع المتعبين والساقلي الأحمال وأنا إيه أريحكم؟ كل واحد فينا أحبائي النهاردة نقطع عهد مع الله، وكل واحد يعاني من شيء معين، من حزن، من ضيقة، من ألم، من تجربة، من قسوة الحياة، من دوامات العالم، يحط بين قوسين أريحكم من إيه؟ كل واحد يحط اللي هو عايز يحطه بين قوسين بقى، أريحكم من أتعابكم، من همومكم، من أحزانكم، من ضيقتكم، أريحكم. هو ده وعد الله. وأنت يا مريم يجوز في نفسك سيف، حتى لو جاز في نفسي سيف النهاردة، أنا متمسك بوعد الله، متمسك بوعد الله. مواعيد الله هي دعوة لكل إنسان يتألم إن هو يرتمي في أحضان الله، في أحضان الله عشان يرتوي من فيض التعزيات الإلهية. هختم معاكم بالقصة اللي قالها عشان نعرف أنا ببص للألم إزاي، ببص للضيقة إزاي. ربنا لما قال لأرمية في سفر أرمية الأصحاح الأولاني بيقول له يا أرمية، يا أرمية أنا هخليك نبي عظيم. قال له إزاي يا رب؟ أوعى تقول كده يا رب، أنا ولد. قال له ما تقولش إن أنا ولد، ده أنا هخليك نبي عظيم. في سفر أرمية الأصحاح الأولاني. وسمع الكلام أرمية بسرعة كده، سمع الكلام أرمية، فربنا بيفتح له بعين النبوة اللي هيحصل لأورشليم، خراب أورشليم، إيه اللي هيحصل؟ وخربت أورشليم في سنة 70 ميلادية على يد الملك تيتوس الروماني. شاف رؤية كده إن أورشليم خربانة، البيوت بتتحرق، الهيكل بيتحرق وبيتنهب، الناس بتتهجر. وشاف أم، وده اللي حصل في سنة 70 ميلادية، أم أكلت طفلها الرضيع من كتر الجوع سنة 70 ميلادية، ألم ما بعده ألم. فجي ربنا بيقول له ماذا أنت رائن يا أرمية؟ أنت شايف إيه؟ لو ربنا سأل أي حد فينا السؤال ده هيقول له شفنا الهيكل بيتنهب وبيتحرق، والبيوت بتتحرق، والناس بتتهجر، وفي السب، وشفنا أم بتاكل طفلها الرضيع. مش هو ده اللي حصل؟ لكن أرمية ما قالش كده. قال له ماذا أنت رائن يا أرمية؟ قال له أنا أرى يا رب قضيب لوز، قضيب لوز. قال له أحسنت الرؤية، برافو عليك، نظرك 6/6. وكلمة لوز اللي هو من عشي من من تبع فصيلة الفسد والبند وكده، ده بيتزرع في شهر يناير، بيتحصد في شهر مارس. كلمة لوز معناها السهران أو الساهر عنه. واللوز ده أب والثمره وهي بتطلع بيجي حوالين ثمره اللوز قشره رقيقه جدا، طعمها مر جدا، لكن لما بتنشف سرعان ما تختفي هذه القشره. ماذا انت رائن يا أرمية؟ قال له انا ارى يا رب قضيب لوز. قال له احسنت الرؤيه، لاني انا ساهر على كلمتي لاجريها. وكان أرمية وكان ربنا عايز يدينا مثل، يقول ان الالم عامل زي القشره الرقيقه جدا، القشرة الرقيقة جدا اللي هي طعمها مر، اللي بتحاوط وتحيط بإيه؟ بثمرة اللوز، طعمها مر لكن بتنشف وسرعان ما تنتهي، وسرعان ما تنتهي. هي دي الأحزان، هي دي الهموم، هي دي السيوف اللي بتخترق نفس كل واحد فينا. عشان كده أولاد الله يقولوا زي ما قال داود النبي في المزمور اللي احنا الآية اللي بنقراها غلط، البعض فينا يقولها عند كثرة همومي في داخلي، ويكملوا تعزياتك تلزز نفسي، لكن هي في الحقيقة عند كثرة همومي، ويعمل داود كومة صغيرة أو نقطة وبعد كده يكمل في داخلي تعزياتك تلزز نفسي. الهموم من برة قشرة خارجية اللي بتحيط بثمرة اللوز، لكن جوايا إيه؟ في داخلي تعزياتك تلزز نفسي. نتمسك بمواعيد الله، نتمسك بمواعيد الله لكيما نرتوي من فيض التعزيات الإلهية، ولكيما نحن جميعا نقدر على متاهات الحياة ودوامات العالم.